نفس الوضع بالظبط هيكون على السوشيال ميديا. لعبنا نفس اللعبه مع جمهورنا. انت المدرب، ايه هو التشكيل المثالي في رايك لمباراه الاهلي؟ تعالوا كده نشوف جمهورنا على السوشيال ميديا بعت لنا ايه. معتز اسماعيل بيقول مساء الخير عليك يا مينا. التشكيل الامثل في حراسه المرمى محمد عواد، في الدفاع محمد عبد شافي، محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، حمزه المسلوسي، في خط الوسط دونجا، امام عاشور، رؤى، مصطفى شلبي، زيزو، في خط الهجوم سيف الدين الجزيري. وبالتوفيق للزمالك ان شاء الله. كيرولوس عوني بيقول مساء الورد عليك مينا. عواد، حسام عبد المجيد، محمد عبد الغني، مسلوسي، نيمار، دونجا، امام عاشور، عبد الشافي، زيزو الجزيري، مصطفى شلبي. وان شاء الله ربنا يوفقنا ونكسب ونرجع الروح والعزيمه بتاعت نادينا تاني. رسالتك وصلت. من انستجرام ندى كتبت 3-4-3: عواد، حسام عبد المجيد، حمزه المسلوسي، مصطفى الزناري، دونجا، امام عاشور، سيد نيمار، فتوح، زيزو، مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري. وباذن الله الفوز للزمالك. حسين جابر بيقول محمد عواد، الزناري، المسلوسي، حسام عبد المجيد، محمد عبد شافي، امام عاشور، نبيل عماد، دونجا، نيمار، احمد، مصطفى، السيد زيزو، مصطفى الشلبي، سيف الدين الجزيري. 3-4-3 غير كده وبس.